ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الاربعاء 10 اغسطس 2022. ممكن يكون اليوم ده جذاب جدا ومثير جدا في حياة مواليد القوس. من المحتمل النهاردة انه يحصل على ارباح من كل جهات التواصل في اليوم ده. هيحصل رجال الاعمال النهاردة على نتائج ممتازة جدا في اليوم ده. هيكون من دواعي سرور الاشخاص اللي بيتقاضوا رواتب النهاردة انهم يعرفوا ازاي هيبقى في فرصة كبيرة علشان يرقيهم في وظيفتهم. ما تترددوش في انكم تاخدوا قرار مهم، لان اليوم ده يعتبر مناسب علشان تحول خططك اكتر لشغل. لجانب كل ده هتبتدي بعض الاعمال اللي بتعتبر ميمونة في البيت. ممكن يكون في ايصال للثروات النهاردة في مكان ما. هتحاول انك تتقدم وتقدم رعاية مناسبة لكل كبار السن وافراد الاسرة. هيمنحهم كل ده الاحترام الكامل علشان يعرفوا يحصلوا على البركات المناسبة ليهم. هتكون الطاقة النهاردة ايجابية في حياتك. هتحاول انك تستفيد استفادة كاملة في الوقت ده، يعتبر وقت ذهبي بالنسبة لك. لسوء الحظ النهاردة هتضطر انك تمر بشوية من المضاعفات في حياتك الزوجية. حاول انك تتجنب بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيستمر القمر في التحرك عبر برج الجدي لحد ما يدخل في المساء برج الدلو. برج الدلو طبعا عقلاني اكتر، هنكون من خلاله بنشوف كل الجوانب في الامور. هنستثمر اكتر في كل صداقاتنا واتصالاتنا واهداف سعادتنا. ممكن تظهر تقنيات وخيارات جديدة قدامنا. هتشكل الشمس النهاردة مربع على العقدة الشمالية للقمر في اليوم ده مع اورانوس في صباح الغد، هيشير لاننا ممكن نستولي استيلاء خفيف على كل خلافاتنا. هنتحرك في اتجاهات متعاكسة لنمونا. ممكن نسمح لمسائلنا باننا تشتغل بشكل ضدنا النهاردة. هتخرج كل الظروف من منطقة راحتنا الخاصة وهتكون فيها هزة. هنشعر من خلالها بالتخريب. هتؤدي لنتائج تعتبر عكسية خاصة في الوهلة الاولى. خلينا مستعدين لتداخل برج الدلو النهاردة في حياتنا بشكل حلو جدا، وهيأثر علينا بشكل نتائج توصل لممتازة.